تفتح المدارس في جولان أبوابها هذا العام يوم الاثنين القادم الواقع في 27/8/2012، وذلك بعد قرار لم تتوضح حيثياته اتخذته وزارة التربية يقضي بتقريب الموعد 5 أيام. وكانت المدارس خلال الأيام الأخيرة كخلية نحل عملت على تجهيز قوائم الطلاب والمعلمين والبرنامج المدرسي وملائمة ذلك مع النصاب القانوني الذي يضبط عمل المدارس. وقد وصف المدراء هذا العمل بأنه الأهم والأصعب، حيث ينظم سير العملية التربوية للعام الدراسي كله. العودة المبكرة لمقاعد الدراسة استوجبت بدء التحضير مبكرا أيضا لتجهيز المدارس التي شهدت هذا العام تحسنا في بنيتها التحتية وتجهيزاتها، وقد لمسنا ذلك في جولة على بعض المدارس اليوم، حيث شاهدنا العمل جار على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا ليوم الاثنين. وشهدت المكتبات التي تبيع الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية اكتظاظا وحركة نشطة أيضا لتجهيز احتياجات الأبناء قبل بدء العام الدراسي. التحضير للمدرسة لا يزال يشكل عبئا ماليا جديا بالنسبة للعائلات، خاصة تلك التي تملك أكثر من ابن واحد في المدرسة، حيث تتراوح تكاليف الطالب الواحد بين 550 إلى 1050 شيكل، وهذا لا يشمل الحقيبة المدرسية التي يبلغ سعرها بالمتوسط 100 شيكل، ولا الثياب المدرسية التي تكلف على الأقل 400 شيكل.